مع بعض. نعمل الأخوة ونعمل عشرة. رجل متفاني في عمله، رجل مخلص، رجل اجتماعي من الطراز الأول، رجل راعي مواجب، راعي مواقف طيبة، ورجل الأمانة متابع حتى يعني أثناء العمل، ورجل مخلص، وشهادتي فيه مجروحة للأمانة يعني. ونعم الصديق ونعم الزميل. من أيام ما كنا بالفريج محمود طباخ صاحبنا، وبنفس الوقت يعني أخونا، فكان معنا بالفريج، كان معنا بالدراسة، كان معنا يعني حتى بالأنشطة الرياضية بالمدارس. محمود طباخ أخو دنيا قبل لا يكون يعني بقيادة بالداخلية. بالنسبة لمحمود طباخ يعني من الناس، طبعا أنا يعني كنت أعرفه من قبل، يعني كان أيام الرياضة وبالنادي أيام الثمانينات، حتى يتذكر بحسين أيام ملعب الرمل بعد قبل الترتان، عرف شلون. فكان بالعكس أيام المعسكرات والبطولات كان صديق يعني، صراحة صديق ونعم الصديق. في سفرة العلاج اللي راح حق عيونه في أسبانيا، وهو ما شاء الله عليه يطبخ وعنده يعني طبخات، انا ما اعرف اطبخ، انا كنت اساعد اقصص ما اعرف ايش وكذا واغسل المواعين. لا 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 لا، هو يمكن عشان الشنب وهذا، لكن قلبه على قولتهم قلب طفل يعني. ففي مره من المرات سوى طبخه، يعني طبخه عاديه يعني، مو وعلى اساس ان انا كنت اصور اساس ادس حق عيال اطمنهم عليه. دمعته ممكن تنزل على اي موقف انساني او والله والنعم يعني ابو حسين الاماني. فسماها اسم اسباني، طلع له اسم ما ادري شنو. انا بصراحه قلت له ابو حسين يعني هذه شو مسوي انت يعني، هذا بيض وطماط يعني مسوي بيض وطماط، مسوي يعني على اساس انه كانه مطعم. ابو حسين الصراحه استمتعنا بالكلام. دمعني انا والله ابو حسين. ابو حسين يمكن ذكريات، يعني ذكريات جميله يعني الواحد يتذكرها، بس احنا ماخذين فكره عنك انه يعني شخصيه صلبه، شخصيه جامده ممكن، بس احنا اليوم قاعد نشوف عيونك تدمع. الله يعطيك الصحه والعافيه